الحلول القادم ممكنه بالنسبه لمواصله النشاط كما قلت لكم، اشتراك بطاقه الزائرين تمثل ديونهم نصف اجمالي الديون، تقييد سلطات المحكمه في جدوله الديون لانه حاليا عندنا جداول توصل حتى 15 سنه وهو ما يضر بحقوق الدائنين، لذلك اقر مشروع اجل اقصى قدره 5 سنوات فقط ما لم يوافق الدائنين على خلاف ذلك. التنصيص على اليات اخرى ممكنه لانقاذ المؤسسه منها جدوله الديون بالاضافه الى جدوله الديون، منها تحويل الديون عبر الاكتتاب في راس مال المؤسسه او الترفيع في راس المال. هنا هذايا لو دوزيام بوان قلت لكم بخلاف الامتياز العام للخزينه اللي فيه اشكاليه، هو منح المحكمه احنا قلنا امكانيه الحد من فوائد الديون دون الاصل حتى تتمكن من انقاذ المؤسسه. كما تعرفوا أن القانون التلقيح 2003 جاب مبدا هام وهو لا يمكن الحد من اصل الديون، وفما بعض المحاكم حتى حطت من الفوائد وصلت محكمه التعقيب، ومحكمه التعقيب قالت الفائض هو جزء من المدين ولا يمكن المحكمه ان تحط منه. المشروع لهنا لغايه توفير صدور الانقاض نص على امكانيه ان المحكمه تحط من فوائد الدين في اطار برنامج الانقاض دون الاصل، اصلا ما عندهاش الحق تمسه الا برضا الدائنين. لكن ايضا هذا الخيار تم نقده من قبل معناها الخبراء البنك الدولي، وهو معروض معناها من بين النقاط معروضه امام المجلس التاسيسي، باعتبار انه امكانيه الحق من الديون اصلا وفوائد تبقى المعايير الدوليه هي شروط معناها لنجاح برامج الانقاذ، ومعناها توفير الضمانات كالحصول على موافقه الدائنين الذين تمثل ديونهم ثلثي او ثلاث ارباع مجمل الديون، وهو ما مش موجود الان. التخلي بالنسبه للحق من الديون العموميه او التخلي عنها على اجراء هام اللي هو لا تنطبق على التسويات الرضائيه والقضائيه، التحجيرات في الفصلين 25 و 35 من جد المحاسبه العموميه متفاهمين فيها هذاك، ويختص وزير الماليه بالموافقه على اجراءات التسويه الخاصه بديون الدوله بناء والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه، قد زدناها بناء على راي مطابق للجنه تضبط تركيبتها وطرق عملها بامر. لماذا؟ لان بعض البنوك اللي مساهمه في راس مالها الدوله البنوك العموميه يقول لقينا مشاكل لانه مجلس اداره الشركه وافق على الحق وبعد وزير الماليه ما صدرناش القرار. دونك باش نعمل اون ترونسبارونس دون ان سونس اي دون لوتر، سي اون كوميسيون اللي باش تقرر الحق من الدين العمومي. التنصيص وهذه حاجه هامه وجو تيرمين على حق المؤسسه في استرف اللي تحكم بمواصله النشاط في المشاركه في الصفقات العموميه، لانه فما فصل في الامر المنظم للصفقات يقول لك اذا مؤسسه في تسويه قضائيه ما عندهاش حق تشارك في الصفقات العموميه، وهو يعني معناها موتها، لان اذا هذيك هو نشاطها وانت تقولها مواصل النشاط ما تقولها ما عندكش حق تشارك في الصفقات العموميه معناها ما عملنا حتى شيء. دونك نصصنا صراحه على حقها في المشاركه في الصفقات العموميه. تنظيم مساله هامه وهي امكانيه تعديل المحكمه لبرنامج الانقاذ، لانه بور لو مومون ما عندناش فصل يحكي على امكانيه تعديل المحكمه لبرنامج الانقاذ اذا ظهر ان الظرف الاقتصادي العام قد شهد تغييرا.